أزف عبارات الشكر والعرفان يقول دائما السيد وزير الداخلية والجماعة المحلية لقوات الشرطة الجزائرية نظير ما حققته من نتائج نوعية ملموسة، وهم يتصدون بفعالية إلى جانب زملائهم من الأجهزة الأمنية الأخرى وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي لكل المحاولات اليائسة التي يراد بها إتلاف عقول شبابنا بإدخال وترويج أطنان من سموم المخدرات مصدرها دولة الجوار، مصدرها دولة الجوار. كما أثني على ذلك النجاعة التي أبانوها من خلال إحباطهم في وقت وجيز لهجمات شرسة عبر الفضاء السيبراني، إيمانا وإدراكا منهم بأن الأمن المعلوماتي أضحى رمزا من رموز السيادة.